<applause> يا شباب ازيكم النهارده باذن ربنا هنعمل ريفيجن على الثري ليسونز اوف شابتر 5 اللي بيتكلم عن ذا جاز لوز اول حاجه هنعمل لها ريفيجن هو البويلز لو اللي بيشرح الريليشن بين البريشر اند الفوليوم ووين الماس از فيكست اند ان تمبريتشر is also constant اللي قدامنا ده apparatus بيستخدم pump عشان change ال pressure and notice what happened to the volume of the air trapped in the tube or in the glass tube. وزي ما أنتم لاحظين دي strong glass tube. هناخد الريزلت ونعمل جراف بتوين البريشر اند 1 اوفر فوليوم هنلاقيه دايركتلي بروبوشنال ولكن لو الجراف ما بين البريشر والفوليوم هنلاقيه انفيرسلي بروبوشنال السكند لو اوف جازز هو تشارلز لو وزي ما انتم شايفين ده الابريتس اللي استخدمناه هنغير التمبريتشر باي هيتنج or by cooling وهنشوف ايه اللي هيحصل للفوليوم of trapped air او trapped gas طبعا الفوليوم هنقيسه measured by the length of air column of trapped air ونلاحظ هنا ان temperature by kelvin هنلاقي ان هما directly proportion between the length of air column and the temperature by kelvin So we can define Charles' law as we see in the picture: Volume of a fixed mass of gas at constant pressure is directly proportional to its Kelvin temperature. لازم Temperature by Kelvin degree. The third law of gases is pressure law. الستريت relation بين pressure and temperature، ونلاحظ هنا إن الفوليوم بتاع الـ كونتين contain از air is constant. ولو عملنا دروينج لجراف ريليشن بين pressure كيلو باسكال and التمبريتشر temperature π هنلاقيه as straight line originated from the original point. So we conclude the pressure of a fixed mass of a gas at constant volume is directly proportional to its Kelvin temperature. وبالتالي لو قدرنا نجمع ال three laws في general equation ده هيدينا the general gas equation أو general gas law. Pressure multiply volume divide by temperature equal constant essential properties of gas have no fixed volume and shape and its particle move at random at very high speeds and the brownian motion provide evidence for particle motion as we see the experiment a random motion of smoke particles ولازم ناخد بالنا وان جازس كومبرستد زي مولكيولز هاف ليس فوليوم تو موف ان زي هيت ذا وولز مور اوفن اند سو بروديوس ا كريتر بريشر بينما في تشارلز لو اس تمبرشر رايزز زي مولكيولز موف faster اند هيت ذا وولز مور اوفن اف ذا بريشر از تو ريمين كونستانت ذا فوليوم ماست انكريز بينما في Pressure Row as temperature rises the molecule move faster. When the volume is fixed the molecules hit the wall more often. This increases the pressure. دي بعض التحويلات من سيليزياس to كلفن. أتمنى تحاولوا تحلوها في ورقة خارجية. طبعاً لو حبينا نراجع Boyle's Law Relation between the Pressure and the Volume لازم نكون عارفين أن ال Temperature ريمين كونستانت وزي ما احنا هنشوف الافكت اوف ذا بريشر اون فوليوم ان بويلز لو كل ما زاد البريشر هيقل الفوليوم ولكن ملاحظ نلاحظ هنا في الصوره اللي هتظهر دلوقتي ان النمبر اوف مولكيولز كونستانت وهنا نحاول نختار ما بين الخمس الاختيارات من A to E لازم نكون عارفين ان الـ constant temperature and constant amount of gas اللي هي الـ number of molecules أو number of moles طبعاً هتظهر لنا صورة ان الـ increase في in pressure decreases the volume of air inside the lung أثناء الـ diving طبعاً دي بعض الـ examples المحلولة أتمنى تركزوا في الحل كويس وخصوصا في الميجرينج يونت هنا بيقول إن في دايركت ريليشن بتوين تمبريتشر أند فوليوم أند فايس فيرسا هتظهر صورة دلوقتي بتوضح الفوليوم أوف أجازيز إنكريزيز ويز أند إنكريز إن تمبريتشر بمعنى هيحصل expansion لو أنا حطيت البالون في boiling water وهيحصل shrinkage لو أنا حطيت البالون في ice water. طبعاً الصورة اللي قدامنا دي بنستخدم الليكويد liquid nitrogen بتوضح لنا إن gases shrinkage if cooled and if we heat gas it expands زي ما بيحصل في hot air balloon. So direct relation between the volume and the temperature. نحاول نحل المالتي تشويس ده من A to E وبعده في اكزامبل على تشارلز لو محلول في النهاية I hope you succeeded best of luck with my best wishes Mr. Michael حن شكرا أرجو لو أي حد من حضراتكم عايز أي سؤال يكتب لي في التعليقات وان شاء الله أقدر أرد عليه شكرًا سانكي